بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم حلقة جديدة من الرومنتادا على شاشة قناة المحور. كلمنا مرارا وتكرارا وقلنا أن الكرة للجماهير، وشبهنا وقلنا أن إزاي أنت تبقى قاعد في مسرح عليه أعظم ممثلين العالم وما فيهوش جمهور، مطرب عظيم كبير من المطربين العظام الكبار بيغني والمسرح فاضي، ماتش او مباراه ممتاز مميزه جدا بين طرفين مميزين او مهمين جدا والجماهير مش موجوده. الناس اشتكت فتره اخيره بعد الاحداث اللي مرت بها مصر ان في عدم وجود الجماهير والمشاكل وازاي والكره للجماهير، وان الجماهير هي عصب كره القدم والكره دايما بتقام للجماهير اللي بيبقوا موجودين في المدرجات، وده بقى اللعيبه بتلعب بتبقى فيها المباراه ما فيهاش حد، بتبقى قالوا فيها الغربان ملت الملاعب المصريه وان ما فيش جماهير بتحضر. الدوله والرؤيه الامنيه وطبعا بعد الوصول بسنتين اللي فاتوا رابطة الأندية المصرية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية المشكورة والأمن المصري ورابطة الأندية المصرية برئاسة النائب أحمد دياب، وصلوا ان اللي يكون في الفان اي دي، من خلال الفان اي دي تقدر تسجل للناديك انك انت تروح تتابع مباراة ناديك وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها. لكن في بعض الأوقات دايما ما زال بعد وجود بعض الاحتقان ما بين بعض القلة، عشان بس نتكلم ان كل الاحترام والتقدير لكل الجماهير الاندية المصرية المشاركة في الدوري العام المصري بكل مختلف الطوائف المصرية اللي نقول اهلي زمالك اسماعيلي محلة اتحاد مصري، كل الناس دي اسوان انزل في القسم الثاني، طنطا المنصورة الاولمبي في اسكندرية الصعيد، كل الناس لهم التقدير والاحترام. لكن انك انت تيجي في مباراة وتخرج فيها عن النص وتتجاوز في حق الآخر، هل الآخر ده من بلد تانية؟ حتى برضو لو من بلد تانية انت برضو عديت فيها الفير بلاي انك انت تشجع فريقك، بس هل انت لما جيت بتتكلم وبتنتقد لاعب معين سواء من اكس او واي او زد، هل اللاعب ده لاعب غريب؟ حتى لو لاعب غريب لازم احترمه وقدره في الاخر، شيك هاند في الاخر، شكرا مبروك بقول لك هارد لاك، او لو في تعادل هي دي نتيجه المباراه، هو ده المفروض اللي يحصل في كره القدم. لكن خروج القله التي تمثل جماهير الاهلي او تمثل جماهير النادي الاسماعيلي اللي كانوا موجودين في مدرجات ملعب برج العرب، وبالتالي رابطه الانديه المصريه مشكوره على الفور، هناك عقوبات وعقوبات مهمه جدا في بيان لرابطة الأندية اللي هي طبعا قرارات حرمان 2381 مشجع أهلاوي و217 مشجع من إسماعيلية حتى نهاية الموسم. نهاية الموسم بالنسبة للأهلي خمس ماتشات، بالنسبة للإسماعيلي تقريبا ماتشين بس. لكن هل ممكن أنت من موقف زي اللي حصل او تقدر تاخد منه السلبيات ونعالج الايجابيات ونكبرها؟ الايجابيات ان احنا يبقى بدل حضور 3000 او 2000 مشجع السنه الجايه يبقوا 5000 يبقوا 7000 يبقوا 10000، بس برضه هرجع ونقول ان دايما المباريات الكبيره بس هي اللي بيبقى موجود فيها جماهير كتيره. ومن زمان على فكره من ايام هذا كمان حتى كنت مراسل وفي بداياتي من 2001 كنت تلاقي مباراه طرفها اهلي زمالك مليانه، زمالك اسماعيلي مليانه، اسماعيلي اهلي مليانه، انبي كان طلع من الانديه القويه برضو كان طرفة انبي كانت من المباريات اللي تلاقي فيها جماهير، انما غير كده كله على بعضه ما يكملش 2000 مشجع. لكن احنا بننشد وبنطالب مره اخرى الامن المصري، رابطه الانديه المصريه، طبعا اتحاد كره القدم المصري، ان القاعده تبقى فيها زياده شويه ويبقى في وعي وزياده جماهيريه لحضور مباريات الدوري المصري، وفي ان شاء الله يوم الاحد الاعلان على الاسم الجديد لرابطه الانديه للدوري المصري، يعني من جانب رابطه الانديه المصريه هتعمل حفل طبعا في العاصمه الاداريه، وانا شايف ان دي برضو من الحاجات الجميله جدا والكويسة وخطوة مهمة جدا انك دايما حالا كل اتجاهك للعاصمة الادارية، وبعد طبعا ما القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانك انت نقل الوزارات وانك تخفف المشاكل والزحام وانك تعمل يعني حاجة بنية تحتية جديدة وانك تنقل وزارات وتخفف الدنيا واللي يبقى فيه تواجد في العواصم الجديدة وفي المدن الجديدة، لان ده هو الاستثمار الكبير. وجود رابطة الاندية
وجود طبعا على فكره كمان في يعني ان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل اروح واصور من العاصمه الاداريه القريه الاولمبيه في العاصمه الاداريه، حاجه صرح كبير وحاجه عظيمه وحاجه محترمه جدا، يعني عشان بقى تشيل كاهل على كاهل استاد القاهره شويه على استاد السلام على بطرسبورت على ملعب الدفاع الجوي، تبقى الامور يعني تبقى فيها يعني الامور فيها سهوله شويه ان يبقى في انتقال يبقى في حياه تانية موجودة. لكن ده أنا مع قرار لجنة طبعا من طبعا رابطة الأندية، رابطة الأندية بحرمان 2381 مشجع من النادي الأهلي و2017، وده يعني تزيد العقوبات وتغلظ العقوبات عند ارتكاب بعض الأشخاص من الأعداد دي في النادي الأهلي 2381 أو من 217 في النادي الإسماعيلي. ولازم نتقبل الآخر ولازم نتقبل أخطائنا، عندنا أخطاء عشان الجماهير تزيد، أخطائنا في أخطاء في كل مهنة على فكرة، في كل مهنة أخطاء. المذيع دايما في وقت من الأوقات تلاقيه بيتلعثم، بتلاقيه بينسى، المخرج يلحقه أو المعد زميله أو رئيس التحرير يقول له كلمتين، في أي مهنة من المهن بيبقى فيها أخطاء، لكن إن إحنا لازم نتعلم الأخطاء، لأن اللي حصل ده انا بصراحه يعني سمعته وسمعت حاجات طبعا بعيدا عن النقل التلفزيوني، بيبقى في حاجات بقى المدرجات. احنا في عصر السوشيال ميديا، في عصر ان كل واحد فاتح اللايف بتاعه وبينقله على مزاجه، بيقول له عايز بيقول لو عايز يقوله، وفي حاجات بتدخل البيوت لا تصح اطلاقا مع تقاليدنا الدينيه ومع مجتمعنا الشرقي المحافظ، الحاجات دي المفروض ما تدخلش. وبالتالي لازم عندنا يعني بعض الضوابط من خلال بقى رابطة الأندية إن شاء الله في الموسم الجديد، النائب أحمد دياب وكل أعضاء رابطة الأندية لهم كل التقدير والاحترام، أن تغلظ العقوبات. أي حد في أي بلد في العالم على فكرة، في البلاد المتقدمة في الدوريات الكبيرة العالمية الكبيرة، الدوري الإنجليزي الدوري الألماني والدوري الأسباني كل الدوريات الكبيرة، أي حد بيخرج عن النص بيحصل له بلوك ما بيدخلش وصورته بتتحط، لو دخل بالاي دي بتاعه بيتحط الصوره بتاعته بتبان، وبيعاقب ممكن لمدى الحياه، بيتعاقب لمده 5 سنين، بيعاقب لمده سنه هو الجرم اللي ارتكبه وبحجم الجرم اللي ارتكبه. لكن ان ده اللي انا بشوفه في ظل التوتر وفي ظل ان الناس يعني ممكن تعمل مشكله من لا مشكله، مباراه ما بين فريق بينافس في التواجد في الدوري العام المصري وده حقه، ونادي كبير جدا هو النادي الاسماعيلي، التاريخ والقيمه والقامه الكبيره جدا، النادي الاهلي على بعد تقريبا 5 نقاط لحصد لقب الدوري.